السلام عليكم، في فيديو جديد. فيديو كنا انبوكسينغ هاتف بوكو اكسيس برو. بالنسبه للهاتف هذا درت لكم عليه فيديو من قبل في القناه على المواصفات تاعو والسعر تاعو. اللي يحب يشوف السعر تاعو والمواصفات تاعو تلقاو فيديو في القناه. نبداو فيديو اليوم الانبوكسينغ خفيف برك على الهاتف هذا. نوريكم برك واش يجي معاه. عندنا الهاتف النسخه هذه تاع 512 جيجا، هاي نسخه تاع 512 جيجا 12 رام، نسخه صفراء. بالنسبه للنسخه الصفراء كما راكم تشوفوا نجي جلد نباتي هنايا من عند شاومي ديرينو هاهو. مام الاطار تاع الكاميرات اذا راه يتبان لكم تموجات هذوك يجوا غير في النسخه الصفراء، والقفله الصفراء ثاني تجي غير في النسخه هذه اللي تجي باللون الصفر. ها بالنسبه للهاتف، شاشه تاع الهاتف لي امولاد 120 هرتز. يجي مع الهاتف ثاني كوفر هذا سيليكون، كوفر كحل شباب، فيه اللوغو تاع بوكو هنا، اللوغو تاع بوكو هنا من الداخل. ويجي مع الشاحن 67 واط، هاو شاحن 67 واط مع الكابل تاعو من عند شاومي. بالنسبة للهاتف هذايا يعني من أقوى الهاتف في الفئة السعرية تاعو، ولا إذا ماشي هو القوي فيهم في الفئة السعرية تاعو. عفايس لي ما فيهش من برا هنايا برك حبيت نقولكم عليهم، ما فيهش مدخل كيتمان عادي، سما كيتمان لازم لكم كيتمان تايب سي، لازم لكم كيتمان تايب سي كيما هذا ثاني رادمي هاوليك كيما هذا ماشي كاع الهواتف يدعمهم، بعض الهواتف بصح مع الهاتف هذا يمشي عادي. ولا بلوتوث ثاني، سما لازم لكم باش تمدير اذا حبيت تستعملو كيتمان باين الناس قاعده تستعمل، سما هي بلوتوث هي كيتمان تايب سي، ولا تشري الوصله هذيك. وثاني ما يجيش معاه وين دير كارت ميموار، سما عندك دوبل سيم برك. هذاك عزيزي اليوم فيديو خفيف برك على انبوكسينغ تاع الهاتف هذايا، ونوريكم شي يجي وريتكم الجمع واش يجي معاه برك. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا الجيم، اشتركوا في القناه المشتركين، نلقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.